نروح للخبر الثالث. الموضوع ده انا حابه اقف عنده شويه وعلق عليه لاني بجد كنت متضايقه قوي وانا بقرا البوست ده. كتبه المنتج الفني محمد كارتر وهو زوج الممثله الجميله شيماء سيف. بحب شيماء سيف جدا جدا. البوست ده بقى زوجها كارتر كان بيرد فيه على الناس اللي بتسأل شيماء على الحمل والإنجاب. ايه ايه يعني مين من حقه يسأل حد على الخلفة؟ يعني ده سؤال خاص جدا 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 جدا. يعني انا اتكسف اسأله لبنتي، يعني مش اسأله لحد غريب ولا اسأله لنجمة معروفة، لا. ومش بنسأل يعني السؤال اتوجه لها، مش بتسألها بس، لا دي بتتهمها كمان ان انها كانت اوفر ويت او السمنة السابقة هي السبب. يعني حاجة يا جماعة في قمة الجليطة. لو ما حدش يعرف ايه الجليطة، يعني سخافة. اوكي، كارتر بقى زوجها رد وقال شيماء ما عندهاش اي مانع انها تخلف غير انها مراتي، ولو شيماء كانت اتجوزت اي حد غيري كان زمانها مخلفة، بس النصيب والقدر خلوها تتجوزني انا، ونكتشف بعد فترة ان عندي مشكلة في الانجاب، وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي ان كل شيء بميعاد. اسكت ولا اشتم ولا اقول ايه؟ ليه يا جماعة الاسئلة الخاصة دي؟ ليه يا جماعه بنحاول نعري نفسنا؟ انا مؤدبه ما اقدرش، مش قادره اقول لكم كلام بايخ على اللي سال. والله انا مش عارفه مين اللي سال السؤال ده، بس لقيته انتشر كده على السوشيال ميديا. حصل لنا ايه؟ يعني فعلا جرح الناس بقى سهل كده زي صباح الخير، ودخول مناخير حضرتك او حضرتك اللي سائل السؤال تخش ليه في حياه الانسان؟ يعني على العموم كارتر كتب ان الموضوع مش جديد، وانه من فتره طويله شيماء بتواجه كلام من النوع ده، لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتي بقى بعد ما عملت عمليه التكميم وفقدت اكتر من 60 كيلو تحول الكلام لايوه كده خسيتي يعني هتخلفي. بصوا جليطه وسخافه وقله ذوق، يعني من امتى يعني ده كلام طنطات كبار قرائير لما يمسكوا واحدة عروسة جديدة لسه متجوزة هتخلفي امتى يا حبيبتي؟ عيب عيب. يعني طبعا البوست اللي كتبه كارتر ده كان فيه تفاعل بقى رهيب جدا معاه على منصات التواصل الاجتماعي. الناس وصفته ان هو شجاع لان مش رجالة كتير بتقدر تواجه وتدعم الزوجة، وبيعتبروا ان ده انتقاص من رجولتهم. طبعا مفيش حاجة اسمها انتقاص من رجولتهم، الخلفة دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. الضغط المستمر السخيف الكئيب اللي على شيماء سيف اللي اتكلم عنه زوجها كارتر بيفكرنا بحاجة مهمة اتكلمنا عنها كتير، وهي قدرة وسائل التواصل الاجتماعي انها تكون مؤذية. يا جماعة مؤذية بنفس درجة قدرتها على انها تكون مفيدة. ليه بقى؟ لانها ببساطة بتجبر الاشخاص على انهم يتكلموا عن حاجات خاصة، امور خاصة جدا خاصة جدا جدا، لاسكات الناس اللي شايفين انهم عندهم حق. يعني محدش على فكرة عنده حق الكلام ولا التعليق، وده يعتبر تنمر لمجرد وجودهم أو وجود حضراتكم على الفضاء الإلكتروني زي ما بيتقال عليه. ما يدكوش أبدا الحق أنكم تتدخلوا في حياة الناس الشخصية. في ناس مش عايز تخلف، وفي ناس عندها حاجات تمنعها من الإنجاب، وفي ناس ممكن يكونوا بيتعالجوا من حاجات. إحنا مالنا مناخيرنا تفضل في وشنا مش في أمور حياتية شخصية جدا لشؤون الناس. أرجو أن شيماء سيف ما تكونش زعلت، وإنتي كنجمة وفنانة جميلة وكلنا بنحبك، هي دي ضريبة الشهرة وضريبة التواصل الاجتماعي وضريبة انك لطيفة ولذيذة وبتردي على الناس بذوق. وجوزك كارتر له كل التحية، وملايين المصريين، عزائنا الوحيد ان ملايين المصريين لسه عندهم دم، لسه يا جماعة عندنا دم، وبنراعي الغيبة وبنراعي النميمة اللي ملهاش لازمة. ملايين المصريين كانوا في ظهر شيماء سيف وفي ظهر جوزها كارتر، وردوا رد يليق بالمناخير اللي دخلت في حياتكم بدون مناسبة ولا لازمة، واعتذارنا للجميع.